مشاهدي الوطنية الثانية، عسلامتكم، مرحبا بكم. هذا عدد جديد من جي سي سي 2016. كالعادة نتقابلوا مع بعضنا في نفس التوقيت باش نعيشوا أجواء الجي سي سي في مختلف قاعات السينما في تونس. اليوم كالعادة عدد من المواكبات والمتابعات لبعض العروض مع الحوارات اللي تلقاوها ديما معنا في جي سي سي 2016. مشاهدة طيبة. أفلام المدارس كانوا حاضرين في جي سي سي 2016. نخليكم تشوفوا بعض الأسماء المشاركة من تونس، من مصر ومن سوريا. السينما الواعدة هو قسم أصبح من الأقسام الأساسية في أيام قرطاج السينمائية ضمن المسابقة الرسمية، يحتضن المواهب العربية والإفريقية ويخليها تدعم أكثر مع التجارب المختلفة. أول تجربة لقسم السينما الواعدة كانت في الدورة 26 عن فكرة لأستاذة السينما لميا بالقايد جيجا، ويتجدد السنة الموعد ب 19 فيلم من مدارس ودول مختلفة. الفكرة كانت جت من السنة الفارطة، هي باعتبار انه احنا فينا اساتذة جامعيين يعني في المهرجان، قلنا لما لا انه المدارس السينما يكون عندها فضاء حتى صغير في وسط المهرجان. وبالتالي كانت معناتها المبادرة منا احنا، وإدارة المهرجان تقبلت بصدر رحب واسندت الي ليا انا المهمة هذه، اللي هي مهمة صعيبة برشا، لانه القسم هذايا منفتح على المدارس من العالم اجمع. نعرفوا اللي ايام قرطاج السينمائيه هي عربيه وافريقيه، ولكن انفتاحها على العالم فرصه باش نعطيه للشباب هذيا باش يتخالطوا مع الشباب الاخرين، يشوفوا الرؤى الاخرين ويعطيوهم الامكانيه انهم يكون يفتح لهم الفضاء باش يتحاكوا بالتجارب مع بعضهم. لجنه اختيار الافلام متكونه من الفريق اللي احنا متواجدين فيه، اللي هما اربعه ولا خمسه، فيهم يعني المخرج، فيهم الاستاذ الجامعي، وفيهم الاداري. لجنه التحكيم اللي هي متكونه من خمسه اعضاء، من اكبر معناتها مثلا رئيس لجنه التحكيم اللي هي ميمون المديعي، اللي متحصله في قرطاج، متحصله على جائزه احسن ممثله عن فيلمها لويد سيكلون، ومتعوده يعني افلامها متشارك برشا افلام هي بطبيعتها مخرجه. كذلك نلقاو في لجنه التحكيم من سوريا رمزي الشقير، اللي هو ممثل ومسرحي ورجل معناتها عنده تجربه، وكان حضر في مهرجان قرطاج بافلام طويله في المسابقه. يعني لجنه التحكيم نتاع افلام القصيره هي نفسها اللي تقيم افلام المدارس. تونس تشارك بثلاثه افلام، وهذه اول مره احنا التجربه الاولانيه عندنا فيلم بركه تونسي، وهذه فرصه السنة انه ثم ثلاثه افلام من ثلاثه مدارس مختلفه، وهذا يظل فخر كيف البلدان المشاركات العربيه والافريقيه في السنه الفارطه في الدوره 26 كانوا عندنا تقريبا ثلاثه بركه بلدان عربيه وافريقيه. السنه لاحظنا انه اقبال على هالقسم هذايا من السينمائيات العربيه والافريقيه، هي فرصه انه نجمع ما بين التجربه الكبيره يعني المدرسه وما بين البلد اللي ما عندوش الامكانيات، وبالتالي اتاحته معناتها للفرصه هذايا ما نجم تقولوا الا نعتز بها، وان شاء الله تتواصل، ان شاء الله نشوفها تكبر السنوات القادمه. هدى مداحي طالبه المدرسه العليا للسمع البصري والسينما دمرت. الفيلم هذايا شمان ديفير اسمه، هو فيلم التخرج نتاعي، هو فيلم روائي قصير يدوم 10 دقائق 39 ثانية، يحكي على طفل صغير يعيش في الريف التونسي، صدفة اكتشف السينما اللي باش تغير له جزء من حياته. هو الفيلم تحصل السنة هذه على جائزة أحسن إخراج في مهرجان قليبيا لفيلم الهويت، وقدمت الفيلم في الكومبيتيسيون معناتها كل أفلام الكل، وقع الاختيار عليهم أكيد لقوا فيه حاجة
هو بما انه فيلم معناتها مشروع تخرج، جزء كبير من 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 الفينانسمون يكون عن طريق المدرسه، وجزء ثاني كان بين الفريق التقني نتاع الفيلم، معناتها كوتيزاسيون حطيناها نحن من عندنا، وكانت المدرسه دعمتنا بالمعدات والحاجات اللوجستيه معناتها. كانت لي تجربة قبل زادة في إطار العمل في المدرسة، كان فيلم وثائقي هنا صورته في نفس المكان اللي صورت فيه الشمان ديفير، هو كان لي نقطة البداية للفيلم الروائي الثاني، الانسبيراسيون جاتني من الوثائقي اللي صورته المرة الأولى. وقت اللي صورته في سليانة نحن نصوروا في الجو هذاك وكل شيء، جاني طفل صغير قال لي فاش تعملوا؟ قلت له قاعدين نصوروا سينما وكاميرا وميكرو وكل شيء. ظهر لي قال لي اش معناتها السينما؟ معناتها من با يعرف اش معناتها السينما، ومن الكلمه هيك بدات الفكره معناتها تتكون في مخي. هو حضور الفيلم واختياره بالذات معناتها بالنسبه لي انا حاجه كبيره في اول بدايتي، وعلاش لكن نجمت نتحصل على جائزه. تخرجت من انستيتيو سوبيريور دار ملتيميديا منوبة ان 2016، الفيلم ديجا مون بي اف او، توا نقرا ماستر برودكسيون في نفس الفاكولتي. Voilà, j'ai réalisé un film dans le cadre du concours franco-allemand en 2014 de Smoferes, un court-métrage. Le film m'a ouvert une question que j'ai eu quand j'ai regardé un film qui s'appelle Le Piano, le son du piano. J'ai inspiré la problématique du film. Les couples dans l'univers, dans la notion d'amour dans les sociétés modernes. Est-ce que l'amour يكفي انه نحبوا بعضنا ولا لازم معناها كوميونيكاسيون، لازم نقبلوا بعضنا، لازم نحكيوا مع بعضنا باش نجموا نوصلوا لحاجة. دونك سي بلوتو معناها ظاهرة اللي كما قلت معناها يونيفرسال اللي حبيت نحكي عليها، خاطر ماهيش قاعدة تتجبد من الكوتي هذاك، معناها قاعدة تتجبد كظاهرة اجتماعية، مي هذه ظاهرة إنسانية في ليتر هيومان كانديفيديو قبل ما يكون في كوبل ولا في غولاسيون. تقبل في الفيفا، تعدى في الكومبيتيشن انترناسيونال نتاع الفيفا، وتوا في جي سي سي سينا فرنسا. هي تجربه باهيه، تجربه نافعه، بخلاف انه واحد باش يوري فيلموه معناها فما اسباس انه يقابل عباد اخرين، مخرجين اخرين، عباد معناها من الدومين اللي هو فيه، ينجم يدخل يتفرج على افلام معناها بلوز او موان. معناها فرصة كبيرة برشا، معناها جاتني في وقت اللي أنا أصلا ما توقعتهاش باش تجيني، معناها توا دونك سي أن كرون بليزير معناها اللي أنا جو لا. حلمتي في السينما اللي السينما متاعنا تولي إل تخيت دي بروبليماتيك صحاح مش دي فو بروبليم، دور أكثر للسورس نتاع المشاكل اللي قاعدين نعيشوا فيها. السينما تكون موجهه للعباد الكل مش لليزيليت، مش انها تكون عندها اي في على المجتمع، مش انها تقدم بويسكال في بارتي معناها من الكولتور. دونك حلمتي في السينما اللي انا نجم نعمل افلام اللي يقدموا حاجه ويوصلوا حاجه وينفعوا بحاجه في السوسيتي التونيزيانه، خاطر فما دي جون يقولوا لك نحب نخرج لبرا والا نحب نخدم لبرا. ولا السينما ماهيش معموله باش تكون فلوس، السينما معموله باش انك تقدم ببلادك، بانك تخدم الفن، انه يكون فن راقي ونجم نقدمه في تونس، سورتو في البارتي اللي نحن عايشينها تو معناها من ليستواغ نتاع تونس. انا اسمي وفاء حسين، مخرجه مصريه، درست بالمعهد العالي للسينما قسم اخراج. فيلم عين الحياه ده اول فيلم ليا اخرجته، يبقى مشروع تخرجي للسنه الثالثه في المعهد بمصر. فيلم تسجيلي قصير مدته 24 دقيقة، بيتكلم عن منطقة عشوائية في مصر، بيناقش كم التناقض والمشاكل اللي أهل المنطقة عايشين فيها،
بين تناقض في الابراج الراقية وفي نفس الوقت بجوارها منطقة عشوائية ما بيفصلش بينهم اي حاجة خالص، ناس عايشة في حياة غير ادمية بالمية، مفيش لا كهرباء ولا مية، بيحاولوا ان هم اللي يتصرفوا في ان هم يحاولوا يعيشوا ويدخلوا مية وكهرباء بنفسهم يعني بجهود ذاتية. كمان عن بيناقش الفيلم كذا يعني قضية في المكان دوت، من ضمنها كمان الآثار عندنا، جامع أثري من أيام عصر الإخشيد غرق تحت المية، وكان تحتيه 7 مقابر، 7 من آل البيت مدفونين تحت فغرقوا تحت المية. اتعرفت في مخرجين من قسم السينما الوعيدة معايا مشاركين، وتحبت على ناس توانسة كتير جدا. أنا يعني خريج القاهرة بمصر، معهد العالي للسينما. أنا طبعا يعني سوري الجنسية، وأنا حاليا يعني لساعتني مقيم بالداخل السوري بالعاصمة دمشق. أنا حاولت من خلال الفيلم أنه أنا قارب الحرب، بس بجانب إنساني أكثر، من يعني خلال قصة شاب يعيش على في يعني مكان ساخن على جبهة القتال بسوريا، بأحدى يعني بأحدى القرى بسوريا. هو أحداث الفيلم بتدور بداخل شقة، يعني يعيش هذا الشاب مع يعني والده العجوز. والده في عنده مرض، هو مصاب بالكوما، فنحن صعب نعرف إذا كان هو عايش أم هو ميت. صراع داخلي بيقرر بآخر الفيلم بسبب الحالة هي إنه هو يغادر البيت هذا، لأنه تحول لخرابة أو تحول لمكان يعني سبب له حزن وألم. ولكن يعني اللحظة اللي هو بده يخرج فيها من هذا البيت بقرر انه لا، انا لازم ارجع لهذا المكان لانه هو مكاني، لانه هذا يعني 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 مكاني، ذكرياتي عاطفتي موجوده هون. فهو صعب جدا انه هو يغادر العالم هذا، فبقرر العوده. الأفلام القصيرة كالعادة عندها نصيبها في أيام قرطاج السينمائية. باش نخليكم مع لقاء مع بعض المخرجين اللي ساهموا وشاركوا في الدورة 27 في قسم الأفلام القصيرة، خليكم تشوفوا. شهدت الدورة 27 لأيام قرطاج السينمائية عروض متعددة للأفلام القصيرة في المسابقة الرسمية، واللي كان عددها 18 شريط من مختلف البلدان العربية والإفريقية. أنا درست إخراج في نرويج، أنا كان عمري 17 ورحت مع عائلتي لنرويج، فدرست سينما وعمل أفلام قصيرة، وهذا الثالث مرة يعني أشارك فيلم في قرطاج. قبل سنتين كان عندي الفيلم الدبيوت، أول فيلمي Before Snowfall، والسنة الماضي كان عندي رسالة للملك. فأسا رجعت بفيلم قصير. يعني عادة يعني المخرج من يبدأ يعني يسوي أفلام طويلة ما يرجع للأفلام القصيرة، بس أنا إلي هذا الشيء حلو بأن أنا عمل تجربة جديدة أو بخط جديد، لأن الفيلم اللي في قرطاج مش كلاسيك، مش فيلم بلوت، يعني هي رحلة صغيرة أو ولد صغير. فالرحلة أكثر يعني الأتموسفير بالفيلم اللي شيء المهم، يعني مش البلوت مش القصة. فالجمهور يعني هنا حتى يوقفون في السرة إلى أفلام قصيرة، يعني شيء رهيب، يعني شيء حلو. فأني فكرت إذا نبعثه إلى قرطاج يعني تأكيد يكون عنده جمهور. فهذا اللي يعني أول مرة يعني العرض العالمي يعني الفيلم international screening. ف يعني صار علاقة حلوة يعني بيني مثل مخرج والمهرجان،
وهنا حتى يعني الناس أشوفهم هم يعرفون بأن أنا رجعت بفيلم آخر، يعني علاقة حلوة. فيلم المشارك في قرطاج هو اسمه نيركوك، وهو ثاني أفلامي، وبتدور أحداثه عن طفل صغير نازح من الحروب، حرب الأهلية، أكشري مو حرب أهلية، حرب خلنا من الحرب الحين، بتدور أحداثه حول طفل نازح بسبب الحرب، بينزح للخرطوم وبتصير له بيصير لص أو حرامي بيسرق. فالفيلم يحكي يوم واحد في حياة الطفل وسرقة واحدة في حياة الطفل، وبتغير هاي السرقة حياته بشكل كبير. يعني مشاركتي في قرطاج أعتقد أنها مشاركة مهمة جدا، وهي أول مرة أوصل تونس، وقرطاج طبعا أعرق مهرجان يعني في الوطن العربي في أفريقيا، ومن أهم المهرجانات يعني على المستوى العالمي. فأنا سعيد جدا بالمشاركة في مهرجان قرطاج، وسعيد بأن أشوف تونس، حبيتها من أول نظرة. فيلم قصير مشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان قرطاج. فيلم يتحدث عن قضية الأيتام بالذات، ويتحدث عن قيمة الحنان لليتيم. فيلم قصير جدا، أتوقع أنه أقصر فيلم في المهرجان كله أصلا، بس يحمل رسالة إنسانية، ويحمل قيمة بسيطة هي قيمة الحنان للأيتام. هي قصة الفيلم عبارة عن طفل يحاول النوم في آخر الليل في دار الأيتام بس ما يقدر، فيبحث عن طريقة تساعد على النوم. فيبحث في دار الأيتام، أنا ما بقول الفكرة كاملة عشان لا أحرق الفكرة للأخير، فهي الفكرة أن الطفل يحاول النوم لآخر الليل، فيبحث عن طريقة يعني. فهذه قصة الفيلم. تم تصوير الفيلم في البحرين سنة 2016، الطاقم كله بحريني يعني، وهذه أنا شاركت في المهرجان قبل في الإمارات في الشارقة، بس هذه أول مشاركة لي في المغرب العربي وخصوصا في تونس. تجربة جدا جميلة، من أهم التجارب، مع أن رحت أمريكا، رحت الهند، رحت أوروبا، رحت الخليج، مسابقات في الخليج، بس مثل تونس أنا بالنسبة لي هذه من أهم التجارب، من أهم المهرجانات السينمائية اللي أنت تعيش فيها السينما نفسها. يعني أنت قاعد تتعامل مع جمهور سينمائي، جمهور يتذوق السينما، جمهور واعي. أنت تطلع برا السينما، يعني أنا شاركت في مهرجان الثاني، تطلع برا السينما يجي يتكلم عن فيلمك فيلم جميل، بس انت تطلع برا السينما يجي يحلل فيلمك، يتكلم لك عن فيلمك، شنو كنت تقصد، ليش تقصد هذه الرساله، ليش اخترت هذا الممثل بالذات، ليش اخترت والله هذا اللوكيشن. فجدا جميل، خصوصا يعني الحضور، هذا غير الحضور، يعني الحضور انا الحين هنا 5 ايام يوميا، صبح عصر ليل، طوابير على السينما 24 ساعه. الأفلام الجي سي سي السنة، إيش قولكم نتعرفوا على رأي بعض النقاد في الأفلام المشاركة في الدورة هذية؟ عرض سينمائي في الدورة 27 لأيام قرطاج السينمائية، البرنامج كان متنوع وثري، والأفلام كانت من كل الجنسيات ومن كل البلدان. أرى النقاد في الدورة هذه شوفوه مع السيدة لما طيارة، الناقدة السينمائية من سوريا. مدام لما، مرحبا.
مرحبا فيك. الدورة هذه دورة 27 لأيام قرطاج السينمائية اللي تتزامن مع الخمسينية، كيفاش رأيت الدورة من ناحية الفنية ومن ناحية التقنية ومن ناحية المحتوى خاصة؟ تمام، أول شيء أنا سعيدة جدا موجودة بمهرجان قرطاج الاحتفالية بخمسين عام على تأسيسه. هي أول مرة أنا بجي مهرجان قرطاج، لذلك ما عندي فكر عن الدورات السابقة حتى قيم الفرق بالمستوى. أما بالنسبة للأفلام اللي شاركت بالمسابقة فهي في مسابقتين، هي مسابقة رسمية والمسابقة الخاصة بالأفلام، العرض الأول أو الفيلم الأول للمخرج برأيي كان على الأقل في 50 أو 60% من الأفلام جيدة، زي ما قلنا جيدة جداً. وبعتقد انه كان احنا بس عندنا مشكله انه كان عندنا ضغط في عدد الافلام بوجود مسابقتين كنقاد، نحن ما كنا نقدر نحضر كل العروض. نظن الدورة هذه على مستوى نوعية الأفلام رينا أحسن ما توجد في العالم العربي ودول العربية وأفريقيا، وحتى على المستوى الدولي معناتها رينا أفلام جيدة ياسر. معناتها ثم أولا ثم العدد، الكم ثم 300 فيلم أو أكثر شوية من 300 فيلم يعطيك الإمكانية باش تشوف أفلام. ثانيا نعرفوا ميزانية أيام قرطاج السينمائية السنة بمناسبة الخمسينية ميزانية محترمة تمكنك كذلك باش تجيب أفلام مهمة. بعض الأفلام القليلة اللي هي تعرفت في 2016 و2015 ما شفناهاش، الباقي الكل شفنا أفلام، واكتشفنا خاصة اكتشفنا أفلام اللي هي جميلة جدا في مستوى معناتها من نوعية سينمائية جيدة. وكذلك ما ننسوش لسنة السينما التونسية في 2016، سنة السينما التونسية بامتياز، معناتها الأفلام التونسية على المستوى الدولي ممثلة للسينما العربية والأفريقية خذت الجوائز في أكبر المهرجانات وكان عندها حضور متميز، هذا زيادة على العدد المحترم للأفلام التونسية الموجودة. أظن على مستوى العمل الأول زوز الأفلام التونس عندهم حظوظ كبيرة باش ياخذوا جائزة، معناتها اللي هم آخر واحد فينا علاء الدين سليم وفيلم من حبك هادي محمد بن عطية، عندهم زوز أفلام متميزة. وانت عجبتك؟ عجبني. كهو؟ كهو. مجددا كل يوم نفيت مهدية قروة كهو أنتو كانت تقديمة خير من تونس. شنو هالمشي وجاي الكل؟ هي بيبي راي يضرح يجي تشوف عنده الحق، العرس عرس والسهرية سهرية وذكها. تتصور بزلت لنا بخاسك جمعة ونبدأ في دارنا؟ بالنسبة على مستوى المسابقة الرسمية 4 أفلام توانسة، الحق نتاع لطفي عاشور باش نشوفوه توا ما شفتوش، نتاع كوثر بن هنية فيلم عجبني، نحبك تالا حبيبتي وتالا مون امور تاع مهدي الهميلي كذلك فيلم جيد، الفيلم الرابع مازلت ما شفتوش. المنافسة كبيرة ياسر، خاطر كي نشوفوا فيلم ديفين نتاع بنيامين الفرنسية المغربية، كي نشوفوا جو سوي فامي جو في مونكور اون كاشيت نتاع الفيلم الجزائري الفرنسي،
هي أفلام ممتازة جدا، نزيدها بعض الكلاش نتاع الفيلم المصري كذلك فيلم، إذا المنافسة كبيرة ياسر. يا ناجوة رواها يا ناجوة. والنبي يا باشا ظابط فين؟ خير يا سوء. النبي يا باشا ابني وجوزي محبوسين جوه. طيب وجوزك الاخوان؟ رواها يا مدام. اخوان ايه بس، هما ما عملوش حاجة. رواها يا مدام اتفضلي. لا مش هروح من غير ابني. اتفضلي يا مدام. لا مش هروح. طب يا ناجوة خلاص رواحي. رواحي يا ناجوة. انا شفتك في المظاهرة. رواحي يا مدام. مش شفتني في المزارع؟ ايوه كنت في المزارع، كنت برمي طوبة اهو. يا ناس والله عشان الكلام بيطلعينا. اوعى كده خلاص يا سيدي، اوعى كده. طب والله العظيم دي هتيجي فينا فوق. يا حلو اتفضلي يا سيدي. شيل ايدك اتفضلي. لفت نظري انه بمهرجان قرطاج يجمعون الأفلام الوثائقية الطويلة مع الأفلام الطويلة الروائية، وهذا ملفت للنظر ما سبق وشفته في مهرجانات أخرى. بالنسبة للفيلم متاع غدوة حي للمخرج لطفي عاشور، الحقيقة أبهرني أولا من ناحية الموضوع، التطرق لما بعد 14 جانفي، أكل أمل لك الفرحة متاع الثورة وين مشيت، شنو كان مقالها بعد 3 سنين، وين الشباب اللي قام بالثورة هذيك. أنت المرأة اللي أنا هي، أنا المرأة اللي تحكي الحكاية المخبية في رأسك، الحكاية الخايبة لما فما جريمة اختراق القانون تصاب له معه. كما جيتش نعيش معاه من الاكسيدان تاع بابا راني مشوفوش بكم. الاكسيدان؟ لا تاك ما في بالكش. اسمعي ما في بالي بكم، ما تعرفوش شكون. لا في العمر من فوق 16 سنة. شفت زهرة حلب، شفت اشتباك، فيلم كبير، فيلم مصري هايل. نريد نعرف اللي صعيب عليك. حتى انا صعيب علي اليوم مش سهل. ابوك يبقى ابوك، الى ابوك وكاليتي. لك علاش طلقته يا شيخ؟ هذا مراد اللي حكيت لكم عليه. وهديك 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 ولدك هذول باش يبطل قرايه. يعمل عمله هكا ولدي انا، وبقيت الوقت ولدك انت وحدك. نجم نحكيو على مراد مش علي انا. سانت اوغوستان شفتو زاده، شفتو فيلم باهي الحقيقه، برغم الواحد يتساءل علاش توا وعلاش سانت اوغوستان بالذات، ولكن هو فيلم كبير من ناحيه التقنيات اللي تم استعمالها والالوان والصوره المبهجه والحاجه الباهيه كونها ورات جذور المجتمع التونسي، معناها يوصل حتى للعهد النوميدي، واحنا عندنا نفس القناعات من بينها انها المراه ترفض باش تكون عندها ذره. Thank you.
فيلم سر أمي منال المخرج التونسي محسن الغربي، هو فيلم من إنتاج تونسي بلجيكي كندي. الفيلم هذايا هو شهادة حية على طفولة قاسية عانت الكثير من العنف. الفيلم كان تعرض في قاعة المونديال بالعاصمة، تعرض كذلك في دار الثقافة بالفحص وفي بنزرت زادة. محسن الغربي هو أحد المخرجين التوانسة المقيمين في كندا واللي تتنوع تجربته بين المسرح والسينما. شارك في أيام قرطاج السينمائية في دورتها الحالية بشريط وثائقي طويل عنوانه سر أمي مناه في إطار إحدى الأقسام الموازية. فريق الجي سي سي 2016 كان له حوار مع محسن الغربي على هامش الأيام. محسن الغربي للجمهور التونسي اللي ما يعرفكش بالقدا وما يعرفش المخرج التونسي اللي عايش في كندا، لو كان يحكي على تجربته او يعرفنا بروحه للجمهور. Alors moi je suis comédien d'origine belge tunisienne. أنا ممثل من أصول بلجيكية تونسية. مسرحي للمونولوج اللي كتبته وركز في كتاباتي على قضية العنف. وقت اللي أخرجت الفيلم ما تصورتش باش نكون حاضر في أيام كارتاج السينمائي، كنت نظن اللي باش نقدمه في مونريال فقط. وقت اللي تم اختياري فرحت برشا، فعلا هدية رائعة بالنسبة لي. هو فيلم تونسي صورته في بلد والدي إلى الجمهور التونسي، هذاك علاش أنا سعيد برشا. Donc en fait mon film comme il a été sélectionné au festival Vue d'Afrique. الفيلم تاعي تم اختياره في مهرجان فيو دافريك، وهذا المهرجان بدوره اختار زوز افلام منهم شريطي وشريط فيلم لأجلي. هذا كان في قسم كارت بلانش. أنا كممثل شاركت في عدة مهرجانات بصفتي مخرج، لكني انبهرت إقبال جمهور تونسي على السينما وعلى الأفلام رغم عناء الانتظار والمشاكل التنظيمية، وهذا يدل بالحق على رغبة الجمهور التونسي وحبه للسينما. هذا فرحني برشا على خاطر ما نشوفوش في مهرجانات الأخرى اللي أحيانا تلقى 20-30 متفرج في القاعة، أما في تونس القاعات مليانة وهذا خارق للعادة. وشريط لقى استحسان الجمهور التونسي باعتبار الموضوع اللي يطرحه وهو مسألة العنف. حصتنا لليوم من جي سي سي 2016 توصل لنقطة النهاية. استنونا غدوة في نفس التوقيت على نفس القناة مع مواكبات أخرى وحوارات أخرى في اختتام أيام قرطاج السينمائية في لبنان.